يا الحبيب رد ودي يا الحبيب خلونا نكشف السلم نشوفش فيها وما فيها ترى شوفتكم الليلة أجمل وحدة ما فيها رد ودي يا الحبيب رد ودي يا الحبيب خلونا نكشف السلم رد ودي رد ودي رد ودي يا الحبيب سلمنا فيها وفيها حلقات حلوة منوعة كل حلقة غير وغير فيها كوميديا وغشمرة سلمنا فيها وفيها حلقات حلوة منوعة كل حلقة غير وغير فيها كوميديا وغشمرة رتويتلي 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 يا الحبيب رتويتلي 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 تكفى 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 شنو تبي صوب انا عند المطعم ما في وين قاعد تصورون صار لي ساعتين هنا احوز ترى العنان هلا والله لين حبيبي ايه سكره ان شاء الله ان شاء الله اي كاشفتكم عند الشارع ايه يلا اوكي اوكي هلا هلا والله لين هلا بالعنان هلا حبيبي يا مرحبا بوسه يا اخي يا اخي شنو انت متعه الله يخليك انت الحب اصلا عد عمري انت الحب مالي تسلم والله صدقني انت بس تطلع بالتلفزيون او تطلع على المسرح اتربع اقعد بس اطالعك كفو الله العظيم حبيبي يلا شكرا مع السلامه لا تكفى تكفى عندي سؤالين بس اروح تفضل انت سؤالي تكفى انت 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 مشهور ومحبوب لما تطلع عادي تروح مجمع ايوه اروح مجمع واطلع واروح اي مكان واروح ديوانيه واروح شاليه واروح اسطبل اكيد اضحك بالديوانيه والشاليه يا الربع الاهل تعال بالمسرح لما تقعدون انتم مع بعض بالمسرح تقعد تقول رفيهات والشباب ربعكم يطيحون ان شاء الله ان شاء الله لحظه دقيقه لو سمحت بس سؤال عافيه سؤال السؤال الاخير امر تروح البار وتقعد تحط لك بساط عادي ومده ومخده تقعد عادي على الارض تقعد لا استكفى اذا إيه؟ تكفى ابي اخر سؤال امر ابي اصور معاك يلا صور اعطي تليفونك لا لا تكفى عمي عمي اعطني اصور ما خلوا اصور وياك صور خلص الله يرحم والديك يلا تكفى يا اخي احنا ما نشوفك الا بالصدفه يا اخوي يا ابن حلال والله مالي خلق تعبان وعندي شغل تصوير صور باين عليك فاضي صور والله حبيبي انت والله انك ورده انا صور انت ياسمينه بعد عمر يلا قول تشيز يلا ها تشيز اخ لا طفت الصوره طفت لا اخر واحده حبيبي باين عليك فاضي لا بدك سناب صوروا ويا الربع تكفى يلا 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 عونان عونان هذا سناب لا صور صوره محترمه مثل الاول شوفوا شوفوا لايف انستغرام لايف شوفوا معي ترى العونان يلا السلام عليكم حبيبي لا تكفى حمود اللي حمود تعال شوف حمود العونان اوف والله ابو عونان اي نعم انت اوه يدري ان انا احبك ابو عونان تكفى انت شلون انا اشوفك انت تدري شنو انت حق الضحك بس حبيبي بس حق ضحك انت ما تنفع شيء بالدنيا الا حق الضحك الله يخليك الحمد لله الحمد لله اني دائما ان شاء الله ارسم هالضحكه الحلوه عليك يا حبيبي حبيبي يلا استاذنا تكفى بطلبك طال عندي سؤال آمن. بس شنو ابيك تجاوبني بصراحه
ابي يوم تقول حق البلام انت تاكل اي شيء بس اهم شيء في كاتشب صدق هو ياكل اي شيء. اي ابو علي الله يمسيه بالخير. لا المسرحيه كذي. اه بس مسرحيه اكيد. زين هالولد المتين اللي ياكم من طارق هذا شنو اعطيته فلوس اكثر ولا شنو؟ خالد مظفري. زين تكفى. نفس الشيء عندنا. طارق ابي هذا رقم المتين ابو سكسوكه اللي يقول بلام تكفى ابي رقم. عزوز النصاري. اي هذا هذا تكفى. لا عندي تليفون بس ما اقدر اعطيه. لا طويل العمر تكفى هذا تصير كذي. سؤال عندي واحد تكفى العنان، سؤال واحد تكفى قول له بساله سؤال. اسال ابي اسالك تكفى. يلا ايه. الحين بس سؤال، انت الحين جاي من تصوير ولا شيء شعرك كله ابيض؟ قاعد نصور وحين رايحين مكان ثاني نصور. لا تقعد يعني اخر طلب. شوف انا الحين بمر وصاحبي يصور قط علي قطه زين؟ شنو ماخذ الكاس شنو؟ انا ماخذ كاس صراحه نكته انت برا كذي تنكت عادي عادي تمشي وتقول اي يلا حبيبي فرصه لا تقوى انا ما امثل وياكم تكفى شكلك مصارع ما تنفعين صراحه تكفى ابي ذكرى منك اعطيك ابوسكه خلي عندي ذكرى حبيبي توكل على الله يرحم والديك وانا ادلك يا ابو انا ايش رايك اللحقه هي اللحقه يا عمي عم صدق عمره مثل مسلسلين سواله دعايه حق عطرين عباله صدق والعطرين ما حد يشتريهم قال ممثل امشي خلينا نكمل الكباب اليوم صدق الساعة 7 الصبح احوز احوز بالوزارة طالع نازل الاسانسير السلم سلم الطوارئ مني هالمعاملة ليش الساعة 2 الظهر لا وما خلصت بعد هذه شغلتهم يا اخي خصوصا يوم الخميس الساعه 12 قال لك سيستم علق قلتها بلسانك الخميس ويكند الناس تبي تستانس خلاص زين اقول لك اليوم بتروح الشاليه ولا لا اي بروح بس بمر عليكم قبل المباراه عشان تفرج على المباراه ونستانس بتيجي قبل المباراه تبي تشوف خساره فريقك اليوم طبعا خساره منو يا حبيبي خساره فريقك انتم من طلع رونالدو ما في توفيق عندكم نهائي لا يا حبيبي عندنا زيدان قاعد يخطط هالخطط هذه بيقلب بالطاوله على الفرق كلها زيدان وتسوي كذي تحرك بطنك اليوم ميسي بيسوي فريقكم كذي على قولتك زيدان ما تذكر النطحة حبيبي هذا مدرب انت قاعد تفرض عضلات مدرب احنا نبي لاعبين منو عندكم منو اسمع انا للحين محترم العشرة ومحترم سنك مدريد لا تجيب مدريد على لسانك مدريد هذا مدريد ها قطينا على الارض ايش تبي شنو صدق انك ما تستعجل الحياة لو حادثني بالارض كذي ولا حادث مدريد انا ما استحي على وجهي اي نعم والله انت اللي ما تستحي على وجهك وفريقك اللي ما يستحي على وجهه فايزين علينا 11-0 متى فزت علينا 11-0 يوم كانت الكره يسمعونها من كرتون خيار احترس امامك مدريد يلا انت مدريد يلا هناك يلا احترم نفسك اقول لك للحين انا محترمك ترى فاهم ولا لا يعني بتخرعني ولا شنو مدريد هذيله مدريد مدريد عطني واحد مدريد ما عليك امر لا 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 لحظه شنو عطنا مدريد ترى صوتكم باصل لبرا انتم انتم صغار انتم ريايل كبار والله عظيم عيب على كره تناجرون كل واحد ما شاء الله 200 لقدام ما يصير قعده وقعده تتكلم على مدريد واذا تتكلم عن مدريد اهلك عمك خالك انا شوف انا ممكن خالي عمي اخوي ولدي يتكلم على مدريد مال يعني مستحيل ان اخليه عايش لحظه واحده مدريد لهالدرجه يعني اي نعم انا لو ادري ان هذا صبعي يحب برشلونه فعلا يعني اقعد ما توصل هالمواصله خلي يعتذر من برشلونه بعدين اقعد شنو يعتذر من برشلونه اقعد انا اعتذر لك من برشلونه اسمح لي اقعد بس قعدوا شو السالفه يا جماعه فريقي وما فريقي وحالتكم حاله هذا لاعب وهذا ملاعب وهذا قيمته مليون وهذا 50 مليون وهذا ذي المليون والله ما حد يدري عنكم ركدوا انتوا ربع انتوا اخوان ليه تناجرتوا واختلفتوا والله ما يدرون عنكم هذولك تناجرهم وتاوشهم في الملعب ونهاية المباراة تسلمون على البعض كأنه لم يكن على شنو مدريدي ما مدريدي الله بالخير اسم الكريم احمد واسم الكريم محمد حلو احلى الاسامي انت برشلوني وهذا ريال مدريدي انت تدل اسبانيا رحت اسبانيا لا والله ما طلعت من الجاره
انت رحت اسبانيا؟ انا ما رحت اسبانيا، بس تدري انا من كثر ما احب برشلونه ايميلي حمود البرشلوني. مو مشكله. انت تلعب في اسبانيا؟ لا. انت مدرب في اسبانيا؟ ابد. انت اداري في اسبانيا؟ لا. انت تصرف على اسبانيا؟ لا. انت تشتري لهم فنايل؟ لا. انت تلعب الكره خلف الملعب او خلف الجول تعطيهم كور؟ لا. عيال شنو التناجرون عليه؟ على شنو التناجرون؟ خلي غلط على الكل الا برشلونه. استريح. حبوا ديرتكم، حبوا الملعب اللي انتم تعيشون فيه، حبوا انديتكم، حبوا الازرق. ترى الازرق محتاجكم. فريقنا منتخبنا محتاجكم، تناجروا علشانه. والله ما يدرون عنكم الاجانب، هذا احنا، هذا عيبنا. احنا نشجع اللي برا ونخلي الاصل، وهذا اكبر غلط. ريال مدريد تاج على راسك. لا لا. ريال مدريد تاج على راسي. اقول احترم نفسك، انت قاعد تكثر حكي. ترى سكت لك وايد. انا احترم نفسك. هدوا هدوا يا جماعه، لا تنفجرون. هدوا الله يطول عمرك، لا تنفجر. والله ما يصير، انتوا ربع اخوان. طويل العمر شجعوا الازرق وبيس وخلاص. طويل العمر ارجع حق الفار، شوف منو غلطان. اي فار؟ اي فار؟ رجاء انت خليك برا الموضوع اخوي. اسمع، احترم نفسك، فاهم ولا لا؟ ترى انا الحكي هذا ما يمشي وياي. فسخت عقالك؟ حتى انا فسخ عقالي. ايش بتسوي يعني؟ انا اوريك شو اسوي. وقتك انت تعلق بعد الهرن يا اخي. اللي انا ما اطلع فيك الا حق حداك، وما فيك تامين سالفه هذه. لا حول الله، خل عبد السياره. وقف. لا وقف يا صمت، وقف بعيدك. وقف، تبي تنحاي صح؟ لا ما دعمت. ها اخ يا الله، انا شنو حظي اليوم؟ تلفوني ضاع وسيارتي انهارت. لا تبكي يا ولد عمي، سيارتك هذه. اي سيارتي هي. عفوا عليك يا ولد عمي، والله انا راجع قالي ولاهي بتليفوني بالغلط. بعد لاهي بالتليفون، سيارتك ايش كبرها، مسكر زران الفون. يا اخوي هد اعصابك، هد اعصابك. ما هدي اعصابي، الشرطه هي اللي تهد. لا ليش الشرطه يا اخوي؟ الشرطه في خدمه شنو؟ في خدمه الشعب. في خدمه الشعب. اي نعم اخوي، ما تعرفنا على اسمك. ابو جعفر. يا ابو جعفر هد اعصابك، الحين نحل الموضوع انا وياك. ودي ما يحتاج شرطه. ما في ودي، تدفع فلوس يا حبيبي. عفوا عليك. ها من عيوني. كم تبيع؟ هذه وكاله ب 120. اي نعم. طبعا لازم تبدلها كامله. عفوا عليك، انت وجه مبارك. إيه نعم. وطيب، بعطيك نص المبلغ 60. حبيبي 60 دينار. عفوا عليك، ما تسوى السالفه بالدوريه وهذا. ليش اخوان احنا يا ابو جعفر؟ هذه 20 40 60 دينار. اي ابن سبحان عن الحلال والحرام. لحظه ابن حلال، سبحان الله. يحتاج ان الكلب. انا اقول لك شيء، لان انا يمكن ما تشوفني مره ثانيه. إيه نعم. انا انصح وامشي. يا حبيبي انتبه، وانا اخوك انتبه. سبحان الله عملك جاهل، رجال كبير، بس سالفهم بهالتليفون. اللي يقول عندك 7 شركات عاد. حبيبي يا عمي ابو جعفر سامحني، انا اصغر اخواني والله. ما شاء الله انت اصغر اخوانك؟ ايه. اجل اكبر اخوانك ايش كبرك؟ كبر السياره؟ ايه ما شاء الله، ينكت العم ابو جعفر، الله دعمه هو السياره. لحظه، وقف. وين؟ داعم سيارتي بتمشي؟ حسا يا جماعه، خاف كاميرا خفيه الحين، ثاني واحد تيني. انت الشيك فيك شيء مينون انت ولا صاحي؟ ليش مينون؟ شنو كاميرا خفيه؟ ريالك بربوك تقول لي كاميرا خفيه؟ وهذه توني اخاف صاحبك، صاحب السياره. من صاحبي؟ تو واحد ريال قال لي سيارتي حطيتها 60 دينار عشان يصلحها. انت خبل؟ لا ليش ولد عمي؟ هاي سيارتي ايش فيك؟ شلون سيارتي؟ ها شو هاي سيارتي؟ شو انت دعت 60 دينار حق واحد ما تعرفه ولا يعرفك؟ يا عمي تو يمكن عمي. اي عمي؟ ما عمي. عمي تو صاحبك ابو جعفر كان هنا اعطيته. اي ابو جعفر، هاي دفتر سيارتي شوفه. تبي اجيب لك بطاقه البدنيه بعد من فوق؟ يا هي والله ما ادري، والله ما ادري ايش اقول لك. عمي هذا تو اخذ مني 60 دينار ريال وراح. وين اللي اخذ منك 60 دينار؟ والله ما ادري، راح من هنا والله. قال سيارتي واعطيته فلوس وقال توكل على الله. انت شلون تثق بواحد تعطيه 60 دينار بدون ما تشوف دفتر السياره، تشوف له سنه، تشوف دنيته؟ فيك بلا انت مسوي شيء؟ لا والله مو مسوي شيء. عايش سي، ليش تعطي 60 دينار حق الريال وكذي؟ ما ادري يا عمي، قال سيارتي وعلى الثقه. انا بعد شفت ريال محترم مثلك وشرواك وقلت بعد خلاص. حول ولا قوه الا بالله. شو اللي تامر في عمي؟ ما ابي منك شيء، اخذ منك 60 دينار؟ اي والله. روح دوره. ان شاء الله. تسلم. والله يسامحه هذا ابو جعفر. ريال عود ويها ترسه شيب يكذب. والله يجزاه خير الريال هذا الطيب، مشانا. بعد انا ما ادري شلون صاير. تامين ب 20 دينار، جدد بدال هال 60 اللي دفعتها كان ماكو شيء. الله كريم. يا محمد. محمد. بابا هذا خروف، سوي قصه.
حلق حلق قصة. ايه 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 انا اجيب خروم مال انا حق انت ما في مشكلة. ايه شنو يبي قصة مال عيد ولا مال مدرسة؟ نعم عيد ولا مدرسة؟ انت خبل شنو عيد ولا مدرسة؟ بابا هذا خروف. شنو الكلام هذا خبل خبل؟ عيب بابا عيب. مو انت شاك تقول لي مدرسة وما مدرسة؟ انت شنو يبي نوع قصة خفيف مدرج؟ لا اسوي بكلة. بكلة؟ ايه بكلة ساعة كم؟ ولا ترى انت ما تستخف دمك. هذا خروف بابا سوي قصة بكلة بكلة. حاضر حاضر. ايه عشان شي حلو. حاضر. انت حلاق مال خروف انت احسن واحد شب. ايه يخلي جل شوية جل شوية جل يخلي شوية, شوية جل. جل ها يبي يسوي خط مني سوي خط مني سوي مارينز مارينز يلا مارينز مارينز. هذا خروف صنف صنف انا بودي اليوم حق سوق. هذا خروف صنف صنف ايه بودي حق سوق عشان بيع. اوه صنف هذا واجد غالي واجد غالي. سوي 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 حلق حلق